خلاص باقي أيام قليلة على موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية واللي هتبدأ في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر. عشان كده المرشحين بيكثفوا تحركاتهم في فترة الدعاية الانتخابية من خلال الجولات واللقاء أو اللقاءات الجماهيرية لعرض برنامجهم الانتخابي. احنا معنا دلوقتي على التليفون الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. في البداية لو حضرتك تكلمنا عن الجولات والمؤتمرات الجماهيرية اللي عقدتها حملة المرشح الرئاسي فريد زهران خلال فترة الدعاية الانتخابية. احنا عملنا عدد كبير من الجولات وعدد كبير أيضا من المؤتمرات، بدأناها بسرس الليان تحديدا بمحافظة المنوفية حيث مسقط رأس السيد فريد زهران، أتبع ذلك مؤتمر آخر بمحافظة الإسكندرية، ثم بالفيوم، ثم 3 مؤتمرات بأسيوط بعدد من المدن بها، وآخر حاجة عملناها كانت في البدرشين بالجيزة، وإن شاء الله بكرة هنكون موجودين في إدفو ويعقب ذلك مؤتمر آخر بوسط أسوان. دكتور معتز، الدولة بتعمل حاليا على توطين الصناعة وزيادة الاستثمار والصادرات، ايه اللي ممكن يضيفه برنامجكم الانتخابي في هذا الملف تحديدا؟ احنا في اتجاه الصناعه والصادرات لينا رؤيه اقتصاديه محدده بنطالب فيها بتخارج اجهزه الدوله من القطاعات الاقتصاديه غير الاستراتيجيه، وباعاده فتح المجال امام القطاع الخاص دون منافسه او مزاحمه من اجهزه الدوله، واشراك وذلك ايضا مع اشراك الملكيه العامه. ايضا لنا رؤيه بتطالب او سنعمل حاله فوزنا ان شاء الله عليها على ارجاء اي مشروعات قوميه جديده لاقرار الاولويات واعاده الجدوله الزمنيه لتنفيذ ما هو ضروري منها فقط. ايضا في ذات الاختصاص في الملف الاقتصادي لنا رؤية في خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية وللأجهزة الحكومية كاملة، مع إلزام الحكومة باستراتيجية تؤدي لتقليص الدين العام، ونعمل بشكل جاد على منع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر. طيب دكتور معتز، كمان الدولة بتواجه حاليا تحديات إقليمية كتيرة جدا زي القضية الفلسطينية ورفض التهجير وأيضا رفض تصفية القضية الفلسطينية، ايه هي رؤيتكم لهذه التحديات؟ خليني اقول لحضرتك بدايه ان السيد فريد زهران كان من اوائل المصريين الداعمين للقضيه الفلسطينيه، وهو من اول يعني من بدايه حياته تم اعتقاله بسبب ذلك لمناصرته للقضيه الفلسطينيه في السبعينات. لذلك رؤيتنا الواضحه مع اهالينا في فلسطين هو الدعم الكامل، ولكننا ايضا ضد تهجيرهم، لأن التهجير هنا سيؤدي إلى إبعاد القضية الفلسطينية وتصفيتها تماما، وهو أمر مرفوض مع الحفاظ الكامل على كل حبة رمل في سيناء فهي ملكا لمصر، ولا يملك أحد أن يمنح جزء منها ولو يسير لأي شخص آخر. سيناء باختصار شديد خط أحمر، وأيضا القضية الفلسطينية سنعمل على دعمها بكافة السبل الممكنة وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور المصري. دكتور، خلينا ننتقل مع حضرتك لملف اخر، والدوله اشتغلت على ملف العشوائيات وبرامج الحمايه الاجتماعيه وزياده المعاشات، ايضا موقف الحمله من هذه البرامج وايضا حياه كريمه اللي بتمثل اكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر. قطعا احنا يعنينا في المقام الاول الحمايه الاجتماعيه وتحقيقها وزياده حجم المواطنين داخل هذه المظله، ولكن يجب أن يتوافق مع ذلك إصلاح اقتصادي حقيقي، بحيث أن رغم زيادة عدد المواطنين داخل مظلة الحماية الاجتماعية إلا أنه في ذات الوقت يجب أن نعلم جميعا أن اقتصادنا المتضرر الآن يجب أن يتعافى وفقا لخطة زمنية محددة تنتهي مع نهاية هذه المظلة الواسعة، ليكون كل المواطنين ينعمون باقتصاد قوي لا يحتاجون فيه إلى عاش تكافل وكرامة أو لأي مظلة من مظلات الحماية الاجتماعية، بل بالعكس يكونون قادرين على العيش وفقا لحياة كريمة وليس يحصلون على ماليات شهرية وفقا لهذا المسمى فقط. طيب دكتور، مصر نجحت في إنشاء بنية تحتية على أعلى مستوى، وأكيد حضرتك ملاحظ ده، بتشوف إزاي ملف البنية التحتية اللي بيمثل شريان بكل تأكيد لتنمية الدولة؟ أكيد
تأكيد النفقات حوالين هذا الملف جاءت أغلبها بشكل صحيح، ولكننا نحتاج لترشيد هذا الإنفاق، فنحن بحاجة لأشياء أخرى تمس المواطن بالشكل الأساسي. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، نحن بحاجة لتقييم كامل للمشروعات القومية وإيقاف ما يمكن إيقافه منها والاستمرار فيما يجب الاستمرار فيه وفقا لجدوى اقتصادية تؤدي لرخاء الوطن والمواطنين. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.